مطابر من الحداي الشاطبة هجرت خذت سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المتابعون. هذه انطلاقة شوطنا الرابع ضمن انطلاقات وتحديات هذا اليوم. أيها الإخوة الأفاضل، نهني جميع الفائزين ونهني جميع مستمعينا وجميع أيضا العايشين على هذا الوطن الغالي، ونهني أيضا قادتنا في هذا الوطن بحلول عيد الأضحى المبارك. نتواصل أيها الإخوة الأفاضل مع شوطنا الرابع، وهذا الشوط هو مخصص لفئة القعدان، لهذا السن، سن الحقائق والمركز الأول. القيادة مع شاهين، تعود ملكيتي لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، ولكن هنا دخول وتقيير هنا من الشرس، تعود ملكية الشرس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن علي السناري. من يتابع في التضمير ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث هنا الحنيش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد الثاني طالب بن فرج بن هليل المري. من يتابع في التضمير، ولكن دخول من شعار هجن الشحانية من الجانب الأيمن مع مزاحم، تعود ملكية لهجن الشحانية وتضميره مع حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الخامس، هنا دخول في هذه اللحظات من قبل المركز الخامس، هنا دخول من المجدل، تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وتضميره مع تضميره مع ابن برقان. ولكن نعود وإياكم مشاهدين الكرام مع المقدمة والصدارة. يا سلام، مزاحم مع المركز الأول، مزاحم يحتل الصدارة ويقود الجموع. مزاحم نعم، لأجل الناموس ولأجل انتزاع الناموس، هذا هو مزاحم لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري يتابع في التضمير. ولكن المجدل يا سلول، مجدل هنا يغير مشاهدين الكرام، المدجل نعم مشاهدين الكرام غير في هذه اللحظات. يا سلام، شوف المدجل هنا ينتزع المركز الأول. الله المدجل، ولكن هنا دخول وهنا تدخل. يا سلام، شوفوا برق والمجدل، المجدل هنا أو المدجل أول برق. يا سلام، شوفوا برق يغير في هذه اللحظات، أو هنا المدجل ولكن البرق. يا سلام، برق مشاهدين الكرام واللحظات الأخيرة، نعم هو برق، هو من ينتزع الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية المركز الثاني، وصل فيه المدجل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني المركز الثالث، وصل فيه الصغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع، يصل مزاحم لهجن الشحانية المركز الخامس، وصل فيه معروف لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نخص بالتهنئة في هذا الشوط لهجن الشحانية على انتزاعها للمركز الأول مع برق واحتلاله ناموس هذا الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق. هذا هو ملخص هذا الشوط كما تشاهدون على شاشة قناة الريان الفضائية. إذن أيها الإخوة المتابعون، كانت منافسة حتى الرمق الأخير وحتى المتر الأخير، ولكن برق هو من انتزع هذا الناموس. هذا هو المدجل، كان هو من يقود هذا الشوط، ولكن أتى برق في اللحظات الأخيرة وانتزع هذا الناموس. نهني هجن الشحانية على فوز برق وتحقيقه بالمركز الأول، وقطع المسافة برق في زمن وغدرة 3 دقائق 3 ثواني 58 جزء من الثانية، توقيت هو الأفضل حتى هذه اللحظات. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة لحمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الثاني وصل فيه المدجل 3 دقائق 3 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، التهنئة موصولة لمحمد بن بخيت بن مقارح أو محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح المري، نهنيه على فوز المدجل بالمركز الثاني 3 دقائق 7 ثواني 28 جزءا من الثانية. هذا هو كان توقيت صغان. تهانينا التهنئة موصولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، كما نهني مضمره عبد الله بن نايفة الهاجري.